العسكري بيوطن. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 متأجرينها من رأس الحي حلوان. عدنا 30 سنة ومرخصين ومعنا الوصولات وبنسمع الإيجار. وسيادة رئيس الحي يقول لنا جاه انتهى لكم. هذا انتهى لنا ليه؟ قال المحلات شغلتنا واحنا لا ننتهى. الراجل ده معانا 105,000 أسرة. هذا الشرد ونايمين قدام المحلات خايفين يحصل المحافظة يوقع علينا واحنا نايمين. أنا راجل عامل لك خمسة ماجستير وواحد دكتوراه. أبيع بانكو. أبيع بانكو. محلات احنا مطالب يسيبونا مطرحنا وايش معاكين الشارع وعملوا الرصيف وعملوا الاناره. عاوزين يهدوا المحلات علينا 5 مليون وعايزين يهدوا الرصيف تاني. المتر ب 45 مكلف و 5 مليون وعايزين يهدوا الرصيف تاني. عايزين يهدوا المحلات. لو هد المحلات هبهدل الرصيف وبهدل المال العام. لو هد الرصيف وبهدل المال العام برضه بعد ما يكلفوا 5 مليون. قدر ربنا يوصل صوتنا للناس لان ده بيوتنا هتخرب. بيوتنا هتخرب في المشوار ده. واصل